حمود حمود وماهر ترى صوتهم ما جدا عادي، صوتهم جدا عادي. هلا انت بس داومت ما شاء الله بديت داوم. طيب انا عشان ما تطلع البراند هذه هذه مويه كلك بصوتك افضل. انا دوبي جاي اسمع خليني احكي لكم قصتي يا اخوان، ما بطلع الهواء. هذه انا جاي تو الان من كافي، كنت مع شباب في كافي حلو يعني ما صار. انا ما اشرب والله يا بس جيب الزرعه والله بس جيب الزرعه والله ما يا اخي اسك الزرع يا اخي بكل كبد يا الساعه طاحت تطيح ولا ما تطيح الساعه والبراند لا اخي ما في والله عباس يا اخي الزرع اقسم بالله عطشان الزرع يا اخي الزرع عطشان الزرع على السريع شعرنا بالله الزرع يستاهل ولا ما يستاهل اليوم شربت الصبح الزرع يستاهل ولا ما يستاهل ها يا انا عبد الله والسلمي ايش في بالله كيف الصمغ اليوم انا رحت كافي الصمغ بلا لا اشرب اليوم اول يوم تشرب اليوم شربت اول يوم بكره حتشرب هتجيني بعد بكره قدام العيال قدام العيال لا ما يشتري قدام العيال يقول لي اقسم بالله شكرا بطنك واتحدى انا شوف انا اسمع قبل ما اشرب بيوم انا قبل ما اشرب بيوم من امس لا بطني كويس طيب اسمع طلعوني يعني حيتكوس خذ مني مو انت عندك اكوس تعال من القولون صح مره حتفعيلي اصبر انا عندي مشكله دخلت كافي انا ما اشرب لا شاي لا قهوه لا كاوشتين ولا كرتاد ولا مرتاد ما اشرب طلبوا قهوه ومش عارف وحلا قلت اعطيه مويه مويه ما في مشكله خلاص اخذت مويه ودفعت وجيت تراجع لما جيت عينت في الفاتوره لقيت المويه ب 10 ريال عشان كده بنسقيها الزرع لحد الان ما شربتها انا بنسقيها الزرع يا ابو لحد ما حشرب لك ما اخذت مويه ب 17 حشرب على 10 ايام النخله هذه حشرب بعد 10 ايام النخله هذه تحتاج مويه النخله تحتاج مويه ب 10 ريال اي والله عشان دي بنسقيها الله من فوق باذن الله استغفر الله اي والله بنسقيها الله مويه ب 10 ريال يا جماعه يا جماعه حرام والله بنص زيها كده بريال صراحه ما بتسالون مميد عن النعيم عشان كده انا حتصدق ان شاء الله ب 9 ريال زايده والله يا عباس انا مره اشتريت مويه ب 20 ريال والله حرام زي دي الله يحاسبك اقسم بالله ساري عبيها اسوي صباعي جوا عشان اطلع من المويه دي ليه 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 اشربها 20 ريال انا اشتري 10 دبات دي بريالين القاروره حق المويه عباس عباس والله جلست معاه يمكن 6 شهور يعبيها ويحطها جنبه يعبيها ويحطها جنبه عشان 20 ريال عشان 20 ريال تلوموني تلوموني انا في 10 ريال ازازه ايش لونها ايوه ايش لونها لونها ايش ابيض قسما بالله ما رميتها لما صار لونها اصفر هذا الحمد لله جاي من الله اصفر والله عبد الحمد والله ما تاخذها والله ما تاخذها اسق الزرع والله حرام والله ما اسق الزرع شوف انا مره ما عندي مشكله عندي مشكله تضغط حق وش اداره القناه ما عندها مشكله لو قالوا لك روح 22 انا مره ما عندي مشكله لكن اذا اداره القناه عندها مشكله ما يعينه هنا اخر حتى اخر قاعد يكلمني في فضائي مستغل وضعي على انه جحده ومقلل من امكانياتي هذا الدبور الاليم دبور دبور يدبرها دبور يدبرها وبربور يبربرها جحدور يجحدرها خلنا ذوق الحين يلا شوف في فرق بينها جيب لي المويه الثانيه حق الثانيه بطلت تبيعها؟ لا ما ببيعها اصلا ما حبيعها بس خلينا ذوق بسم الله انا حشرب من بعيد عشان كلكم تشربوا قبل عليك في فرق ولا لا؟ انا ابغى اشرب انا ايوه ما يجي اي طعم ثاني بسم الله والله ظبطناه كبير اليوم محتوى على كيف كيف تضحك تستاهل عشان مويه مويه ما فيها طعم عبد الله حبيب والله زي ام نص زي ام نص صح؟ زبركوها زبركوها اسمع اسمع اشرب اشرب ها شفتوا زي خليني ادوقها خلاص شنو انت تشبع تروي انت؟ انا شوية عباس حتى طاح بنص هنا طاح بنص عبد الرحمن اقسم بالله جم واحد لا تضحك جم واحد لا تضحكني عبد الرحمن قاسم جم واحد ما مسك عباس ما مسك ما مسك لا تكفى 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 اقسم بالله عبد الرحمن قاسم والله حيخلف حيخلف عبد الرحمن قاسم بتعمل لك في بطنك شوف 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 والله حيخلف مقص مقص في بطنك شارب 5 ريال شارب 6 ريال شارب 10 ريال 8 ريال ده جاي شارب 8 ريال شرب تخيلوا في نص ثانيه تشرب 8 ريال من قاعد حرمت والله اقسم بالله مو يعني تعرف كم دبه رجيزه يعني تعرف كم دبه رجيزه اربع دبب اربع دبب ليه وجدي ليه يا زلمه انت ليه انت ما في حاره والله يا جماعه اقسم شارب 6 ريال شارب اقول لك شيء حسه خفيفه والله يا والله والله يا كذاب والله كذاب نفسيا بس الموضوع موضوع نفسي تعال يا علي تعال 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 ذوق تعال علي علي خليه يشرب مويته على المغرب اشرب هذه واشرب من هذه وريني هل في فرق؟ خلاص طلعت ذوقتها تمام؟ يلا خذ اشرب من هذه
نضغط الراعي علي. بسم الله. شفت يا ليت. ايش احسن؟ شوف الله عليك. خسروك على الفاضي. وين هاي ثانيه؟ رعايه القناه وكذا كذا. ثاني احسن، واضح انه احسن. بس والله شنو انت عشان تجينا زول؟ اقول لك شيء؟ ايوه. طعمتها مختلفه. والله ما اختلفوا لي شيء. ما في اختلاف. ضحكوا عليك؟ والله ضحكوا عليك. ب 10 ريال. ب 10 ريال مو؟ كم تجيب واحده من هذه ب 10 ريال؟ 20 حبه. 20 حبه ايوه. هذه بنص. بنص حبتين بريال. والله جيب 20 حبه من دي. تخيل؟ حرام انا قلتها. يا علي نسيت بعد ما شفت هذا؟ مواقف دراميه وطلبات. والله موضوع الفقره اللي عملها بن قاسم ابغاها معك فيها مشكله. انا ابغاها بس ابغاها بطريقه ابغاكم تساعدوني فيها. ما عندي مشكله والله. دم يا ولي احنا نساعد. والله جد دم يا ولد دم. في دماغي فكره معينه ابغى اعملها. اجلس في حزمه جمل. يلا تفضل يا شباب. انا داومت شباب خلاص. عيش مصري يعني 20 وحده تشربها تموت من الميه هذه. ها وليد بصالح اوريك هذا صنعه وين. استنى اخيراً استنى استنى خليني اقرا لك. اوريك صنعه وين. اصبر صنعه وين. في الهند. في الهند. اصبر المياه في جيزان طبيعيه من ايرا صنعه في جيزان. ضحكوا عليك. اوه من النرويج. واو 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 او ماي جاد. ايرلينغ هالاند. يا ناس تعبت يا اخي. مو اجي تعبت عشان تصل لهنا فكيت حيبيعوها غاليه. الحمد لله. بس سلامتك سلامتك. هذه حاجة بسيطة اللي بتجي وتروح دي بسيطة. صفينا والله. ها؟ ولد صفينا والله. حلو. اشرب مويه كثير. اشرب سوائل. كله يعني اخذت الدواء وخذت. اشرب مويه. الناس ما لهم ذنب. انت قاعد تقطع قدامي. المهم ما عاجبك انا؟ انا ما عاجبك؟ انا ما عاجبك؟ يا عباس انا زعلان. انت الخصم جاي. انا ملاحظ ان انت عصبي اليومين دول. الاهلي المصري هزم الهلال السوداني. ما تكلمنيش محمد جمال. وجالس تطلع مصطلحات مش لطيفه فاقول له بدي الغي الموضوع مره كنسل هذا مره ابشر والله والله ترى هي مؤدب والله ما اقدر افتح الموضوع قدام الشباب بس يا شباب يعني ما اقدر. شكرا يا شباب والله والله احبكم. عفوا عفوا. كذا كيف ابو ياسمين؟ تمام تمام. هاي الشخصية اللي بتسويها الشخصية الثانية. باقي شخصية جديدة. طبعا معتز فنان تشكيل قبل مصور وفنان تشكيل وصانع الدمعة. ممكن مدير ديكور. من خديجة. متى رايح مصر؟ يوم 28. اوف الحين انا اوعدك بزيارة مصر. تبشر. بس مش عايز ازورك في القاهره. والله تشرف. ما تدينيش القاهره. الصعيد. عايز الصعيد. الله يحييك. والله عايز الصعيد. الله يحييك. وعاوز اخد تاري من حد هناك. مين؟ عاوز اقتله. مين؟ اطخه بالنار على الطول كده. بتفشلنا في الصعيد انت. لا ما بتفشل. بالعكس والله البس هناك اجيكم بجنبي. ما عندنا الهبالة دي. والشال ما فيش هبالة. ما عندنا في الصعيد. لا لا انت ما بتعرفنيش. اقسم بالله انا لما اكون جدي يعني جد ما عنديش اللعب والخربطه. شوف حركات ابراهيم النقيب دي ما عنديش. لا تجيب لي سيرته الان. اقول جو الارشاد والمسخ ده ما عندنا. ايوه انتوا عندكم هناك جد كلام جد. انا حمشي هناك. انا حاشيل معايا المسدس بتاعي. لسانك اللي يكلمني اطخه على طول. ايه رايك بقى؟ صح انتوا عندكم هناك قال الموت ما تلاقي واحد مقدم عادي مقدم في البرنامج عادي ما تلاقي ما الا فيه سامي جار الله ونعم ابو عمر مقبل. اسمع انت متعود على الكوارع وعلى الحواوشي اللي بتاكله تحت الكباري هناك فجيت وعلى الفسيخ لما جيت هنا اكلت الاكل النظيف. انا استغربت والله. وليس كمان والله غريب اكلت الاكل النظيف هنا بطنك ما استوعبتش. ماشي اسمعني اسمعني الشباب كل الاكل اجمل شيء لما تشوف الله ربي نفسه ما تفوت على حد اذا شعر بامانك انك انت غالي جدا ولذلك ما نسيت في زحمه الدنيا يعني واحد جار بس او انت جاره على يا عباس يا ابو العيون الكحيله عباس يا عباس انت لابس شو تجيبون؟ ربع الخالي انت؟
بنت كريم يا رب يا بنت كريم يا بنت كريم. يلا يا ابو عمر خلينا نروح الفقره الثانيه ونشوف حبيبنا امير وش مجهز لنا في الكواليس. ابو عمر ما غير تصمت يا ابو عمر. لا تستمين خلينا الحين مشهد. انا مشهد يا ابو عمر خلينا في المشهد. انت بتصمت ايه؟ لا هذا يقال لا لا بنفس اللهجه. الله يعطيكم العافيه. ايش في هدايا؟ بقول لك يا استاذ ايوه يا مانت كريم يا رب ده بيقولوا له بلح الشام. بلح الشام؟ ايوه. امال تمر المدينه فين؟ تمر المدينه في المدينه وبلح الشام في مصر. ده بلح؟ ايوه ده يقولوا له بلح. خليني اتاكد وارد لك خبر. سبب التسميه ايه؟ يلا يلا سينما سينما يلا تفوت تقعد شوي تروح يا حبيبي. بعدين قول لي بردان. مش بردان تعبان. خمسة دحين رمزي نعم صراحة ما عرفتش والله أنا مشكلة والله بس أوكي والله يا ربي ترضى علينا وترضينا. أنا مهما يكون عالعشرة أنا باقي متربي تمام وعظيم أخلاقي لدروب الحب يا عيني يا نساقي. يا رب ترضى علينا وترضينا. يا لا لا طلع جوالك. جوالك معك؟ معي. يلا خلينا نعمل بروف انا وانت. يلا فريقي فريقي اول مره يفوز. انا وهاني ابراهيم النقيب فزنا دائما نفوز ان شاء الله. عقبالكم. اعطونا موز جعنا والله. بس ما فيهاش عقل يا ناس. سري لديها تبدع فقمت كوني أمينة. سري لديها تبدع فقلت كوني أمينة. يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة. نسير نحو المدينة. قولوا فتمتمت مقنتها والدر غنى وتاها. يقول حقا سنغدو الله بعد النوى في المدينة. قولوا بعد النوى في المدينة. سري سري لديها تبدى فقلت كوني أمينة. سري لديها تبدى فقلت كوني أمينة. يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة. نسير نسير نحو المدينة. إلى المدينة. إلى المدينة. تعال 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 كيف اقنع ابو عمر صل على رسول الله. الان جاء سؤال سريع. نعم على الفكس فوائد الفكس. يلا ادل الفوائد ابو عمر قلناها. لا عدها ثاني. طيب اول شيء المصر. مصر ما قد جاك مصر. يمكن جاني بس انا ما اعرفه. خلاص البلا فيك. لا لازم تعرف اللي يجيك. لا 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 ايوه اللي يجيك مسميات هذه ابو عمر. طيب المصر يعني لما اقول اكلت المصر. لا حطيت قطر على مصر. عدم مصعد جاك مصر كذا زي الفتق يعني. ما فهمت المصر عشان يجيك فتق صح؟ يلا نعدي المصر. صوابر. صوابر هذه يسمونها صوابر. هذه اللي هنا اطراف الجبهه ذي اذا جتك الحراره دهنت فلس كذا. تاخذ فلس كذا وتحط. لا ما تبرم كذا. لا انت علي حط كذا. اما لو انت طبيب شعبي مستحيل احد يراجعك. تعال طيب خفف عليك الصبر. صوابر. الصوابر المصعب والصوابر. يلا الثالث قعقع. الآلام عموما. الآلام. كدمات. ما الكدمات فكس ممتاز. لا جيب برضه جبت حاجة من ال كدمات. لا لا خل الكدمات واضحة لي. طيب المصعب والصوابر وريحة الجدات. بالله دي فوائد فكس. ايش تبي ايش اقول اجل ايش اقول؟ ريحة الجدات فوائد. ايوه يا رب ميزة لهم ما شاء الله. هم يمتازون يحرصون على الاشياء الطيبة هذه. ايه يمتازون غالبا فوائد. يعني بالله يوم قال هاني مثلا فائدة قال ما احب اكله ما ادري شو هذه فائدة. السوشي والله قال ما احب اكله هذه فائدة. لا سووا له سكيب. الحمد لله تحت المسابقة. تحت المسابقة بفوز علي باسعاد الجمهور. بس عبد الرحمن ما قصر والله قدم اللي عنده. بس ايش يسوي؟ ها يا علي الرجال صادق بزيادة في اللعبة. ايش يسوي؟ والله صادق ما يبغى يكذب الرجال. فاز
تعالوا تعالوا اوريكم واحد لعب على الناس كلهم وانواع علي عنده. علي علي قاعد يفوز صراحه خطير صح والله افضل واحد الان مر عليه في يعني لعب نعم لعب على الجميع والله لعب على الحبلين اقول لك شيء بس في واحده مرات شك في نفسه اجابه عنده وخليته يشك يقول لي ايه بس والله حلوه المسابقه مسابقه جميله والله ابد وجودكم.